عدة تتدخل فيها جمعيات الآباء، الدعم المادي والاجتماعي وتأطير الحياة المدرسية وكذلك التواصل والمشاركة في التسيير. في اليوم الوطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ نتوقف لنتساءل، أي دور لجمعيات الآباء في المغرب؟ ولماذا تتسم إنجازاتها بالموسمية والتركيز على الصلاحيات التقليدية؟ بعض عناصر الجواب في هذا الروبورتاج من الدار البيضاء مع نادية اليوبي. يستمد هذا اللقاء أهميته من الدور الكبير الذي تلعبه جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ كحلقة وصل بين المدرسة والأسرة، لذلك كان لابد من الالتقاء لتحديد المسؤوليات والارتقاء بالمؤسسة والمنظومة التربوية. ماشي فقط احتفاء باليوم الوطني، بل كذلك وأساسا الانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين جمعية الأباء والمؤسسات التعليمية. نريد أن الجمعية تساهم معنا في إرساء، في إعادة النظر، أولا إعادة في تحصين الفضاء اللي هي المؤسسة، وفي إعادة النظر في المرجعية القيمية التي تنبني عليها شخصية التلميذ داخل المدرسة. من التدابير المتخذة لإنجاح المدرسة تقديم منح مالية بقيمة 100 مليون درهم، منحة سيسيل لها لعاب عدد من المتدخلين، وستلقي على الأكاديميات الجهوية مسؤولية السهر على تطبيق القانون في عملية الانتخاب وممارسة رقابة صارمة على أوجه صرف هذه المنحة. ما هناك خلط معين باقي ما وضحش، لان هناك منحة اللي غادي تعطى في اطار مشروع ديال المؤسسة، وهناك الدور ديال الجمعية اللي كتقوم به في هذا الإطار، لأن الجمعية عندها موارد معينة اللي ممكن أنها هي تتصرف حسب برنامج سنوي معين. إلا أنه مدرسة النجاح باقي المعالم ديالها غير واضحة، لأن كاين هناك منحة في إطار مشروع معين، المشروع باقي ما تيتعرف. هو هذا الميثاق سيشكل إطار العمل. تأتي المرحلة الثانية أن احنا نضع وسائل إجرائية تؤمن وتحسن هذه العلاقة، ومن على رأسها واحد النموذج ديال اتفاقيات شراكة اللي هي واضحة، ضروري نشتغل في واحد الإطار منظم وقانوني يضمن لكل منا أنه يقوم بواجبه ولكن يضمن له حقوقه. المدرسة هي الحضن الذي يرتمي فيه التلميذ، فبصلاحها يصلح جيل المستقبل، وبفسادها تفسد أهم دعامة من دعامات المجتمع.